والعلم ما أورث القلب الزكية تقى وخشية عند أهل الله كلهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بحثكم اليوم بيتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه، هيك؟ الإيمان أليس هو ثابت في الإنسان؟ أو الإيمان يزيد وينقص؟ تعرضت لهذا السؤال. الإيمان ثابت أو يزيد وينقص؟ الجواب: كل ما في الإنسان يزيد وينقص، صحتك مرة بتزيد ومرة بتنقص، عقلك مرة بيحسن ومرة بيسيء، لسانك مرة بيحسن ومرة بيسيء، ما في شيء ثابت عندك. فمن باب أولى أن الإيمان يزيد وينقص وليس له ثبات. فأنا إيماني واصل لعشرة بالمئة، ما هو الطريق لساويهم 15؟ ممكن وارفع النسبة. أنا بصلي الصلوات الخمس، بس بصلي الفرض بتهاون بالسنن، فإذا حاولت أدي السنن الراتبة ترفعني 10%، بيكونوا 5 بيصيروا 15، بصيروا 20. بنام في بعد الأذان ومرات بعد الشمس، بضبط على صلاة الفجر في وقتها ومع الجماعة 20 بصيروا 30. كل عمل عبادي بيرفع لك النسبة بالقدر الذي تقوم به. إذن الإيمان يزيد على حسب الأعمال وينقص على حسب الأعمال. كلما ارتفعت نسبة العمل عندك بالتقرب إلى الله عز وجل بيرتفع عندك نسبة الإيمان. إذن الإيمان ليس هو ثابت على حل واحد، يرتفع وينخفض حسب الأعمال. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله
وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن إيمانك يزداد على حسب عملك، بل وإضافة إلى العمل النوايا. يعني أنا شايف حالي شوي صحتي مأخرة، لما كان عمري 40 كنت أحسن من هيك، هلأ شايف حالي راجعة همتي لورا. أي الله، شو بدنا نساوي؟ لنساوي يلا، طالما خسرنا من هون يوم الله بفرجها الله بدنا أصرح ليه. يعني أنا كنت بزماني ما يفوتني تهددي يوم من الأيام، بس اليوم راح أحطها على دبانة ممعوسة، بلا شو راح يصير؟ يعني هالركعتين في جوف الليل راح يرفعوا الإسلام؟ بلاهم، أنا راح أساوي هيك، لسه ما ساويتها. أنا منذ بدأت مع شيخنا الله يرضى عنه وكان عمري 17 سنة إلى يوم هذا، برنامج ذكر الله ما اختلف، تهجدي ما اختلف، قيام الليل ما اختلف، لا أزال أنا عليه وإن كان وصلت عن 100، ما صار 100 لكن عم بحكي لكم أنا للمثل، ما يتبادر لذهن واحد منكم إنه الشيخ يعني حط فيه زمان وما عند الأول وراحت عليه، لا، اطمئنوا، أملي بفضل الله وكرم الله أن ألقاه ما يتغير من عبادتي شيء، هذا أملي به، قضية بإيده، في حدا بيملك غيره يا شيخ بشير؟ مو بإيده؟ قادر ما يخليني ضيع ركعة من قيام الليل والتهجد حتى ألقاه، لكن ما بعرف الإجرة أنت من أقبضاه. إمتى شيخ بشير؟ إمتى؟ هلا؟ لا، أنا ما بقبل أقبض الأجرة هلا، حضرة الله عز وجل ما بيتدين من حدا، ولا لو عاوز حدا يدينه، ما بيشتغل إلا بالنقدي، لا، حضرة الله عز وجل ما بيشتغل بالنقدي، لكن بيعطيك أجرتك قبل القيام بالعمل. وين الدليل؟ بدنا دليل على أنه الأجرة بنقبضها قبل ما نقوم بالعمل. عندك دليل يا شيخ عبد الحميد؟ راح أضرب مثل، مين منكم بيصلي بالليل ركيعات يرفع لنا أصبعته؟ يعني معظم هاللي رفعوا أصابعهم
يعني ما عاد في لا شغله ولا عمله، قاعدين لا شغله ولا عمله، كل النهار نوم وكل الليل نوم، عم في بالليل نصلينا ركعتين، اما ما في شباب. يقول انا بايس عن نومي لاقف بين يدي الله واركع ركيعات. في شباب بيناتكم يعملوها؟ الشيخ بشير قال هو بيقوم بالليل. انا بعرفه كان يقوم بالليل في بدايه الشباب، البرنامج لهلا يعني يوم ويوم. سؤال: من الذي اعانك على القيام وكلهم عم يناموا؟ كلهم عندك في البيت نايمين الا انت عم تقوم، من الذي يعينك على القيام؟ من الذي يلهمك القيام؟ أليس هذا أجر قبل القيام بالعمل؟ ولو أراد يقطع وارده عنك بتغلب عليك الكسل والإهمال، وهلأ بقوم بعد شوية بقوم، بيأذن الصبح ما بتقوم، تطلع الشمس ما بتقوم، ألقي عليك الكسل، لأنه هو رفع عنك العطاء. ليش رفع العطاء؟ أعطاك وألهمك لكن أنت ما تحركت. يقيني بالله عز وجل ما خلق إنسان ليهمله، ولا خلق مخلوق ليضيعه. جعل البهائم والحشرات تعي من هو الله وتلبي أمر الله وتعطي الله حقه، إلا الإنسان التنبل الكسول المهمل المضيع. مرض، إذا واحد عرفوا إنه معه سرطان بيأسوا منه، ما هيك؟ أنا برأيي السرطان ما هو مرض، حالة تمر على الإنسان، وهنالك مرض أخطر من السرطان. السرطان صاحبه بيصل لواحد من اثنين، يا بيطيب يا بيموت. أما اللي أخطر من السرطان، أنت بتصير عبد الهوى، تتبع هواك وتهمل صلتك بالله عز وجل. وهذا المرض إذا سرى فيك، ما دمت في الحياة تتقهقر إلى الوراء، وحتى تصل إلى الله والله غير راض عنك. هل أخطر أو سرطان؟ السرطان المريض يتحمل من الآلام تكاد أن لا تطاق، ولك الأجر على تحملك. أنت بإمكانك تقول يا ربي أنا شو عامل معك؟
ليش عم تمرضني؟ فإذا سكتت وصبرت لك من الله أجر، وإذا قلت الحمد لله الذي أصابني في جسدي ولم يصيبني في ديني، لك أضعاف أضعاف الأجر. هل من مريض يقع في المرض وبدون أي مقابل؟ بلاش. أو تأتيه المكافأة والأجر على كل ثانية تمر عليه وهو يتألم، والأجر من عنده؟ شيخي الله يخليك لا تحاكينا من وراء أساطير، حاكينا بالمعقول. أين الأجر؟ الذي أعانك لتصبر على ألمك، أليست هذه أجرة؟ عم تتألم وأنت صامت ما عم تحكي، فالذي ألهمك الصمت عقلك إرادتك ولا هو؟ قرب لقدام لا تسند العضاضة، واللي ساند الباب كمان الباب ما بده يسند، قرب لقدام أحسن لك. الإجرة قدام أكبر من الإجرة بسند الباب. كل عمل تتقرب به إلى الله له أجرة بقدر ما تبذل جهد للوصول إلى العمل. لذلك إذا صليت قبل ما تنام 100 ركعة اسمه قيام الليل، إذا نمت وقمت من النوم صليت 2 ركعة صار اسمه تهجد، لأنك بذلت جهد. لما الواحد بيقوم من النوم ما في حيل لا يتوضأ ولا يصلي، فبذلت جهد حتى توضيت وصليت صار اسمه تهجد، وإجرة التهجد أضعاف إجرة قيام الليل. فالإجرة اللي بتاخذها على التهجد الذي ألهمك أن تقوم وأعانك على القيام، أليست هذا أجر؟ كتب لك ثواب عملك، سواء صلاة أو تلاوة قرآن أو ذكر الله، أي عمل لك أجرة، فدفع لك الأجرة على العمل، أليست هذه الأجرة سلف سابقة ولا لاحقة؟ سابقة. أعانك تفتح المصحف تقرأ لك جزء قرآن، غيرك أعانه يفتح على أم كلثوم، يفتح على سميرة توفيق، يفتح على فريد الأطرش، ترى فضلك انت عنه؟ ليش ما اعطاه له؟ الله اعطاه ودله وامره لكن هو اعرض. في انسان على سطح الارض ما امر بصلاة التهجد؟ ومن الليل فتهجد، كلمة فتهجد
أمر الإنسان بصلاة التهجد أمر، وهل هذا الأمر خاص لإنسان معين أو عام لكل إنسان على سطح الأرض؟ عام، فأنت أعرضت ما صليت تهجدك، أنت تهاملت قمت بالليل فتحت التلفزيون تشوف شو فيه، ما فتحت المصحف، فهو أمر ولا ما أمر؟ في حدا منكم ما أجا الأمر الإلهي لقيام الليل؟ يلي ما أجا أمر إلهي يرفع عنا أصبعته. فأعطى الأمر للجميع، فالذي قام نفذ الأمر أبض الإجراء، والذي لم يقم خسران، خسر الدنيا والآخرة. الأجرة على ركيعات في صلاة التهجد، في الدنيا أعانك على القيام، وفي الآخرة شو في أجرة بالآخرة؟ في ولا ما في؟ مين منكم بيحسن إلي شو الأجرة بالآخرة؟ أنا عدقت ما عندي جواب، عندكم جواب تنخذوني؟ قال الذي يقوم في الليل ويركع ركيعات يوم القيامة على منابر من نور، فيقال من هؤلاء؟ أنبياء مرسلين أو ملائكة مقربين؟ فيقال هؤلاء من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يسبغون الوضوء ويقومون في الليل والناس نيام. عملك الذي قمت به في بداية الحياة هو الذي أعانك وهو الذي أعطاك، وهي الأجرة البدائية سلفا. ثم الأجرة قسم لك إياها قسمين، هلأ الموظف بياخذ راتب ولا راتبين؟ بياخذ راتب ما دام على رأس العمل، لما بينتهي العمل بحيله للتقاعد بيعطون راتب، وفي منهم يبقى راتبه على ما هو عليه متقاعد. فالراتب الثاني عم تقبضه وانت متقاعد، هذا راتب حق ولا غير حق؟ قبضت راتبك لما كنت انت بالوظيفة، لما بتتقاعد صار لك راتب تاني. مين علمهم يعملوا راتب التقاعد؟ هذا صار في زمن الأتراك ولا يزال قائم من عهد الأتراك إلى الآن. هذا قانون تركي ما قانون عربي. فالقانون الإلهي أعظم من القانون التركي. ما دمت قائم على عبادتك بتقبض الإجرة سلف، وإذا عجزت عن عبادتك بمرض بسفر
بتعب، عجزت عن القيام بالعمل، في لك إجراء؟ قالوا اكتبوا له إذا غاب عن العمل، حريص على صلاة الجماعة، ما بيترك فرض مع الجماعة. بعض اللي كانوا يصلوا جنبي على الكرسي راحوا على الدار الآخرة، إلى الآن منقول إنه هذا الكرسي كان لفلان يصلي عليه، معناها الإجراء قائمة، والملك بيجي أوامر اكتب له كما كان في حياته، سواء كان في المرض أو في الموت، يكتب له كما كان يقوم في حياته. صح. إذن في عمل تقوم به وليس لك أجر، وتقبض أجرين، تركه معلش. تركه شيخ محمد. الأجر الأول أعانك على القيام بالعمل، والأجر الثاني لما بدك تتقاعد عن العمل بيكتب لك الأجر وكأنك قائم به. مضبوط يا أبو أحمد؟ إذن عم تقبض الأجر مرتين، مرة أثناء العمل ومرة بتقبض أجر برات العمل. إذا كان واحد عنده أجير جاني شخص قال لي أنا معلمي ما عاد عنده قدرة يدفع لي الراتب، اترك. قلت له شو عمل حالك؟ قال لي طالبه، بيقولوا لي اصدقائي ورفقائي انه اشتكي عليه بتشلحوا المحل. لك تعويضات. فقلت له انا هي التعويضات القانون فرض لك اياها، لكن الله بيرضى عليك؟ الله ما بيرضى. فإذا الله ما بيرضى شو بدك تستفيد من العمل؟ الله ما بيرضى. طيب إذا الله ما بيرضى كمان أنا ما بدي. أقنعته ما يحكي شيء، سلم. المعلم تاجر والأجير وضيع، قال له معلم بتعطيني أجرتي؟ قال له أنا ما يعطيك، إذا عندك عمل روح. انطلق بالعمل، صار هو أكبر من معلمه بنظر التجار. مين اللي رفعك؟ صبرت على القليل وغير مباح، فأجاك الكثير المباح. واحد تاني بيشتغل أجير نجار، بعد شهرين ثلاثة قال لي أنا يعني تعلمت المصلحة. قلت له كن على جرحك. قال لي أنا بإمكاني شق طريقي لحالي. قلت له كن على جرحك وخليك عند معلمك، وكثير من الناس بلاء للناس. انت صرت معلم شو عم تستناك؟ انا بعطيك مصاري بفتح لك محل،
تدعوك خليك على ما أنت عليه. الإمام بزيد للإجراء تقول له اسكت وارضى بواقعك. كلامي أنا على العقل المادي ما بيمشي حاله. قال لي أنا راح أسمع كلامك. مر علي سنة بعد هالكلام، سنة ثانية، سنة ثالثة، المعلم عم يراقب، عنده أولاد شباب وعنده بنات، لكن عم يشوف انه الاجيره اللي عنده افضل من اولاده بصدقه واخلاصه واستقامته حفاظه على العمل. قال له معلمي مين؟ المعلم عم يحكي لي الاجير. خلينا نتعرف على امك، خليها تعملنا زيارة بالبيت. قال ماما معلمي قال بتحبي تعملي لهم زيارة بالبيت؟ قال والله يا ابني أنا متمني إني أروح لعندهم. راحت لعندهم، فبنت المعلم سلمت على مرت على أم الأجير، قالت يا ريت تكون هي لابني. مين سمعها؟ امها. الاب عم يلعب اللعبه لغايه وهدف. اجى على البيت عشيه، قالت له مرته انه والله اجت امه للاجيره اللي عندك وقال يا ريت تكون هالبنت لابنها. هو ما حكي لمرته شو عم يساوي؟ قال له بدهم اهلا وسهلا. قال له يا ابني امك قالت هيك، فاذا امك بدها تيجي تخطب بشكل رسمي ونحن ما عندنا مانع. قبل ما يخطب البنت المعلم عمل له وكاله عامه، لأن الأجير الصادق بيسلمه المعلم كل شيء، عمل له وكالة عامة. بعد ما أخذ البنت صار المعلم بدل ما يجي 7 على المحل صار يجي 11، تناوع العمل ماشي كأنه هو موجود. فقال له يا ابني هي الوكالة ما بيمشي حالها، يعني إذا أنا متت الوكالة ما عاد إلى مكان، الوكالة تصلح في الحياة، بعد الممات ما عاد يمشي حالها. لحتى أنا أخلص من أولادي راح أكتب لبنتي حصة، وانت باعتبرك ولد من اولادي بكتب لك حصة. فصار حصة المرأة وزوجها اكثر من حصة صبي. قال له يا ابني المال اللي معي انا موجود بالمكان الفلاني بالارنة الفلانية والمفتاح، فانت بتاخذ الاموال وبتشتري الحصص من هاللي ما بدهم يشتغلوا، بيصبوا هن شحادين، بتم انت صاحب المحل. هيك المعلم بيعمل مع اجيره؟ هي مو شغله معلم واجير، هي شغله لما كان الاجير صادقا صار هو صاحب المحل، وصاحب المحل عم بيقول له هي المال
إذا أنا بموت بتشتري الحصاص في المحل إلك. فهذا الأجر الذي يأتي من العبد. إذا حبيت أحكي من هالقصص هي بعرف أكثر من 50 قصة. هذا الأجر من العبد إلى العبد. وهل تعتقدون بأن الله يعاملك كما يعاملك العبد؟ الذي خلق الرحمة هو الله، والذي أولد الرحمة في العبد هو الله، أليس هو أرحم؟ أرحم الراحمين ككل. فقدم بين يديك كل عمل تقوم به هو اللي وجهك. جابك تحضر الدرس، جيت تحضر الدرس بلاش ولا مصاري، عملي شيخ بشير بلاش، بده يحاسبك على كل ثانية مرت عليك وأنت جالس في مجلس العلم وناوي أن تتعلم لتعمل. أما إذا ناوي تتسلى بيعطيك إجرة التسلاية. ناوي تجلس في مجلس العلم في بركة، بيطالعك بالبركة. ناوي تجلس في مجلس العلم يعني بتسمع أحسن ما تسمع غيره، بيطالعك بما طلبت. وإذا ناوي أن تعود بالعلم وأن تطبق العلم على نفسك عمليا، فبتصير الإجرة تبعك مضاعفة أضعاف أضعاف مضاعفة، فضلا منه وكرم وعطاء وإحسان. فمن منكم يريد أن يعامل الله سبحانه وتعالى إلا إذا في ثانية بتمر عليك، وهذه الثانية التي مرت عليك نواياك ليس الهدف إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، ناوي غير هيك تأخذ أجر غير هيك. فحسب نواياك تصل إلى ما تريد، حسب إقبالك على الله تجد الأجر من الله عز وجل. وبقدر ما تقبل على الله تجد من الأجر، وبقدر ما تبذل من الجهد تقطف ثمار ما أجهدت به إلى أن تجده في صحيفتك يوم القيامة. وأرقاها أن تكون على منابر من نور فيغبطك الناس. من هؤلاء؟ ملائكة مقربين أو أنبياء مرسلين؟ هؤلاء من أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يسبغون الوضوء. كلمة إسباغ الوضوء لها أكثر من معنى. المعنى الظاهر يعني يبقى على وضوء دائم، إمتى ما راح وضوءه بفوت لي غسل إيديه بيطلع متوضي، هذا معنى. وهذا المعنى الذي وجد في الكتب
وهنالك معنى آخر، إسباغ الوضوء على المكاره. أنا نايم فتحت عيوني قلبت من جنب لجنب، يلا نام لي ساعة تانية، لسه الوقت بدري، نام لي ساعة تانية وساعة ثالثة، باقي للصبح ساعة، يعني بتعب انا مثل هلا قبل الصبح بساعة، راح انام شي نص ساعة وبقوم قبل الصبح بنص ساعة، بتروح معي لبعد الشمس؟ تبذل جهد، بتقول انا ما عاد بدي نام، بدي اقوم اركع ركيعات واتوجه الى الرحمن في ساعات الصفاء. وكما ورد ان الله سبحانه وتعالى ينزل الى سماء الدنيا ويقول، امتى؟ في وقت السحر قبل الفجر بساعة، هل من مستغفر لأغفر له؟ يا ربي أستغفرك وأتوب إليك، أنا ذنوبي كتار، بدي أستغفرك منهم كلهم، وإنت يا ربي قادر ما تمر علي هذا الصباح إلا وقد غسلتني بالماء والثلج والبرد، قادر؟ عندكم يقين إنه قادر؟ مشان هيك أنتم عم تقوموا. فإذا كان غفر لك الماضي وقال لك ابدأ من اليوم ورايح، من اليوم ورايح من حاسبك على كل صغيرة وكبيرة، عندك استعداد بعد منها تبني على قاعدة ثابتة؟ شو القاعدة الثابتة؟ يعني وعدت أن تركع ركعتين في وقت السحر، ركعتين ثابتتين لا ينقطعن حتى تقوم الساعة. أي ساعة؟ ساعة تبعك، لأنه ما تطلع تروح قامت الساعة تبعك. يعني ما دمت على قيد الحياة فلا تضيع من العمل الذي أنت قادر عليه ولا مثقال ذرة في الحياة. الذي وعدت نفسك عليه مع تحسين. فمين منكم عنده استعداد يطبق يا ترى اللي انتم سمعتوه من الأدلة نقلي ولا عقلي؟ الأدلة النقلية ما ورد في القرآن، أما الأدلة العقلية يلي انتوا عم تسمعوه، الانسان لما بيعرض عن الله بيكون خالف امر الله فيقع في معصية الله. ولا يمكن لعبد يتوجه الى الله ويقع في معصية الله، ممكن؟ انقطاعك عن الله وإعراضك عن الله يوقعك في غضب الله. أما إذا كنت مستقيم على أمر الله لا يمكن أن تقع في معصية لله مهما مر عليك من الحياة، تقع في معصية ما ممكن، ولو حاولت المعصية ما بتقع فيها، لأنه في عليك حفظ إلهي، وكل إنسان عليه حفظ إلهي. أما إذا هو خرق الحفظ الإلهي يقع في المعصية.
الأنبياء معصومون، والخلق محفوظون بحبر الله. فظبط نواياك مع أمر الله حتى لا تقع في معصية الله. وإذا وقعت من الذي ينقذك؟ متى هويت؟ هويت، وهل بيهوي عاد في إله رجعة؟ بعد ما بيهوي وبيسلط بالبير، والبير مسافته 100 متر، بده زمن ليصل من فوق لتحت، فممكن يحسن يتراجع بالزمن؟ طالما هوى هوى، فاللي به هو ما عاد يحسن يرجع، ليصل لقعر البئر. إذا البئر ناشف معناها يعني صار قضاء مبرم، أما إذا البئر فيه مي ممكن يغط بالمي ورد يرجع، بتعمش على الحيطان وبيطلع وينجو، وإذا ما تعمش على الحيطان وطلع بيجي له قافلة بلحشوا الدلوب ومتمسك فيه. فما بعرف البئر اللي أنت واقع فيه فيه مي ولا أرض صخرية. والهوية من فوق لتحت ما بتحسن تقلب تقالي، تنزل على رجليك من ثقل وزنك، ارتفاع 100 متر، إذا نزلت تتوقع أنه بتنزل على رجليك سالمين؟ ما بينزل سالم. قال مرة واحد عمل حاله فهيم، قد يصبح لحش حاله على بطنه، انشاء بطنه من المي، كان قضاء على الحياة. لكن إذا كان نزلوا الرجلين، الرجلين بشقوا طريق وماكنين بيتحملوا. فكل واحد منكم يعرض عن الله يقع في بئر المعصية، وبئر المعصية المي اللي فيه حلوة ولا مرة ولا حامضة ولا نتنة ولا شو المي اللي فيه؟ تعرف شيخ عبد الحميد؟ أنا بعرف. شو ناوي تجد في البئر اللي انت ناوي، وتنزل في البئر على نواياك. ناوي تأذي مسلم تجي على راسك بتروح بروطه وبتموت على نواياك. ناوي تنقل مخلوق ولو دباني لقيت وعد في المي وأنقذت على أصبعتك وطلعت حتى تطير، فلك ما نويت، وتجد أثر النوايا في الحياة الواقعية. فالإيمان بالعقل يلزم بعدمه مساواة إيمان المنهمكين بالفسق والمعاصي مع إيمانك. فأنت مع هون ولا مالك مع هون؟ عم بتشوفوا حدا من أهل الفسق والمعاصي؟
يلي ما بيناموا الليل ولا بيشتغلوا بالنهار. كل الليل بيضيع في المعاصي، بدل ما يضيع الليل في العبادة عم بيضيع في المعاصي. وهاللي ضاع ليله بالمعاصي اجرته كالذي ضاع ليله بالطاعة، وهل أعدل من الله عز وجل؟ يعطيك على قدر ما قدمت. أما إذا كنت أنت عم تسهر في عمل دنيوي ما في ناس بيسهروا بعمل دنيوي، سهرك بالعمل الدنيوي هل هو معصية؟ شو شيخ بشير؟ أبو أحمد، عملك الدنيوي حسب نواياك. إذا كنت تعمل في دنياك لتساعد من حولك على دنياهم فتؤجر في عملك، وإذا عملك في دنياك بس أنت تعرش وغيرك يموت مالك سائل أحدا، فأنت حسب نواياك بتاخذ أجرة في العمل الدنيوي. لذلك من كلمات شيخنا الله يرضى عنه قال يقول: يا ابني نحن ما عندنا دنيا وآخرة، دنيانا لآخرتنا. نعمل بالدنيا للوصول إلى الآخرة. يلي منكن يعمل بالدنيا بحسن يدافشني بالدنيا من بداية الحياة وأنا أعمل في الدنيا وراكد وراها مثل الخيال، ما عاد عندي قدرات انزل عن معامل او افتح محلات، ما عاد عندي قدرات، انا قاعد بغربتي بشتغل وعملي ما عم بدور على ربح. بيستغربوا مني كتار، ما هدفي جمع المال، هدفي قوم بعمل ما سبقني اليه احد، هاي الغايه والهدف. واحسن انفع المخلوق بعلمي وعملي، فصارت هي دنيا او اخره؟ آخرة. إذا ما عندنا دنيا وآخرة، أن حسن النوايا هو يجعل عملك للدنيا أو للآخرة، حسن النوايا. فضبط نواياك، أنا اليوم ناوي اليوم ناوي اني نام، لكن املي بالفضل والعناية الإلهية اني استيقظ من النوم في وقت السحر واركع ركيعات في وقت السحر، هذا املي. لكن أملي هل يطبق عمليا؟ أنا بربط الساعة قبل ما أنام، في ساعات ترتبط اليوم. كنت بزماني زمن الشباب
العامل منبه. اخذ خط المفتاح تبع الضوء 100 شمعه، الخطين تبع المفتاح نزلهم على المنبه، واحد حطه على الزنبركه لبيبتين، واحد على الرجل، متى صار الوقت بيبتل الزنبرك بدقوا ببعضهم تشعل الضوء. وجرس تبع المدرسه كنت حاطه، ما الجيران كانت تسمع، مشان في ما ضيع على حالي وقت تهجدي، لانه لما كنا نتعب في العمل نخاف انه اذا نمنا ما نفي على صلاة التهجد. هيك كنا نساوي، انا في اروح بيئ الشباب كلهم. كان قوم صلي تهجدنا جماعة. مين منكم عم يفكر اليوم يكون حريص على صلاة قيام الليل؟ يمكن أكتركم، ما صبيان تنبل غير أنا. وأنا عاهدت شيخنا عمري 17 سنة، إلى يومها هذا ما فاتني تهجدي، وهذا من الفضل والعناية. الإجر عم بقبضها أول أو عم بقوم بالعمل أول؟ أنو أول؟ الإجر عم بقبضها أول، عم بيعطيني القدرة إني أحسن قوم، ولو منعني من القيام بحسن على حالي. فعونه إلي على القيام هذا أجر. في عنا أجر ثانية، أجر ثالثة، أجر رابعة، أجر خامسة. الله يديم عليكم فضله وكرمه وعطاؤه وإحسانه، ويمدكم بمدد من عنده، ويلهمكم أن تطبقوا النوايا على ما يرضيه عنا، ما تنغروا بالحياة الماشية. ها ديروا بالكم، أنا شفت أغنياء كتير صاروا تحت التراب، وشفت فقراء صاروا تحت التراب، شفت معتدلين صاروا تحت التراب. انتوا حضروا حالكم، راح تصيروا تحت التراب عما قريب. ما عاد حكاية مطولة، عما قريب راح تصيروا كلكم انتوا تحت التراب. فابنوا بناء وحطوا لكم شوية مصاري بالبنك مشان تلاقوهم هنيك. انا عم دور على بنك ياخذ المصاري هون يعطيني اياها هنيك. تعرفوا شي بنك؟ انا بتبع هون، بتبع هون بالسوري، بيعطيني اياه هون عمله صعبه هنيك. شو العمله الصعبه؟ كل العملات هي عمله سهله بتعامل فيها أهلها، العملة الصعبة التي لا تجدها هناك، العملة الصعبة أن تضع في البنك الذي لا ترى فيه مخلوق، تحط في البنك الإلهي وهناك تأخذهم بالعملة الصعبة. كل عملة سهلة، أما الحسنات عملة صعبة لا تجدها إلا عنده. فالله يلهمكم تزرعوا لكم شوية وتحطوهم في البنك الإلهي،
وتجدون الأثر يوم تلقون الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله الله تعالى عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة، وأوصل ثوابها إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم صدقة من جنابه الكريم إلى من كانت في سببهم ومن أجلهم وعلى نيتهم، رحمهم الله، آنسهم الله، عوضهم الله الجنة. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز اللهم عن سيئاتهم، ولقهم الأمن من عذابك حتى يلقونك آمنين مطمئنين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وأهل الحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح. والعلم ما أورث القلب الزكية قد وخشية عند أهل الله.